السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عشر كنين وسعدي كساب صناع مناهج البحث العلمي اينو هلكي كسي بدلنا هدي ربي ادموخ قيب تي سي لبعض اينو ما انتخذنا هدي عندي بو يرا حسو صنو شلي بحيو قبضنا يعني كسو هذا اللي بحيو كساب صناعين وقدمات قود هو كساب صن تعريف كمناهج البحث وحلي راهدو هي مواصفات ك ولي هي قفك باحث ك انا تلمامها ولي هي قفك باحث ك هي سكيلز ك ما حرفضها لو قبا هي هي انه يشو سيدو كلا تلمامها ولي هي بحث ك علمي ك حن كلو انت كور سو مرني ان مقدمات يلي رايق انا كوساب سن تعريف ك هي مراحل شقفك من هذا كتفكير في سو مري ام بين هذا كتفكير في سو مري هي النظرية دي من كل أورنج ريدون جون تي وي آيات صوني نوحان كلا صوق هذا ني أصوب بلوني خطوات البحث العلمي أنا أيضا صوب بلوني كصوق هذا ني خطوات كي أقوم من سنة خار كمدة خطوة دي كوبادة يا هيدا شعور بالمشكلة قفكو إنه دريمه مشكلة معينة أو دون يعينه وحكة قرخ أما مناسبة إن وحكة قرخ إنه قفكو دريمه وحان كلا صومر خطوة كلا وأيضنا كساب سنعي إن قفكو مركا أو مشكلة ضريبة معينة سيو مشكلة داس إن وحل إرادة أو وبشق إيو أما بحث إيو أو حل إيو وحضقر وحل إرادة إنو آخر السمية وحان صومر وحل إرادة القراءة الاستطلاعية ان ايضا وحي هي نقطه لبعض اما قضب كل بعض اي حي ان انت سكدب وحان كلو وحان سو دمهين تقريبا وحي كساب سنا قراءه يا نوعيه يدا يو خربك ايو كلا بنت سنت ما انت خطوه داس وحان قادنا انا خطوه دي كحتي او كساب سن جمع الماده العلميه وترتيبها لحظه عفواً المركة مادة علمية قفكو إنه أروريه سدوا كلنا أو ترتيبيه وخطوة دي صدح هذا المنطقة هذا لين هذي ربي إنه إن طرق باكرتا أما طريقوين مادة علمية قفكو جمعنا يلا جمعيه طريقوين كاني وح يعني كتب مناهج البحث العلمي سدا سيوشيكتا وأنا وح سكا وح لإراغ دماءها وح سدا أسي يعني وين ووقفك بناء على كاس عاديا وعقل بيسكو قرن يدي هذا ضربت معلومه انا اروريش معلومه دي حب ادو قرتي بك هذا باهنت اما حب ادو اروريش او ميلو دغتك هذا باهنت marka maxayhin tariiqooyinka aad adeegsanayso si aad adu aruriso waxa la yiraahdo en macluumaad si aad u arursato hayta tariiqooyinka aad adeegsanayso تقريبا وحنا ما لنا يا طريقة أودا بس أيوة تاعنا هاي مركا جمع المعلومات طرق جمع المادة العلمية إن قراءة استطلاعية في مرمى يكذب أو آخر سبضان أو صمية أو سيدي عن شلا صابر أنا إيه نوعية القراءة ينكو كلا قد سناء وعن صابر أنا مركو قفكو صمية أو آخريه wuxuu bilaabayaa marka ka dib qofka baaxadka ayaa wax qoraya inuu aruriyo oo jamcsado maadada cilmiga ahayd ee qiraa'adaas uu ka dhaxlay inuu tartiibiyo una tartiibiyo xasb al-abwaab wal-fusul oo waxa la yiraahdo intii mawduucdi ama intii macluumaadki isku mawduucaba oo hooskii hal bab hal fasal hal mabxath hal matlab hadba sidii tartiibka baxthiga iyo taqsiimkiisu uu yahay وحونا دورنا يا قفكو طريقة دي أساقا مناسب لنقطة أو أساقا أوفي عن إلا تقريبا أفر طريقة أيا شيك دونه مالك أفر تا طريقة ميدي وارقا إني مناسبة تهاي ما يقول بيرتهاي أيو استعمال أيا معلومات كسير لو جمعية عمل الله أرورية وحيلا ده هاي طرق مختلفة حاقو مهيمسان أفر طريقة
طريقة القبضة القلوية قنا طريقة الدفتر أو الكراسة ووحو يقفك إنه استعمال بوك يعني معلومات قرورين إنه قروري بوك إنه قروري الدفتر أو الكراسة سيدو قلاء طريقة البطاقات وأوراق ير يربو غف قادنيا وراقها ير يركاو مركب غوريا كل قدو صدح دوار عالك دولة متكستو قوني دي ديان وشرح دونا عفرتو طريقة التصوير الآلي وإنه كوبي صار وحل إلى هذا معلومات معلومة كستو أبا هذا أو كتاب وكآخرية إنه كوبي كليو أو كوبي أيو طريقة ده وده بيسنا طريقة استخدام الحاسب الآلي إنه كمبيوتر كأديك صدق أو طريق أو كأرور صدق معلومات كأرورين أو كأرور صدق طريقة الدفتر أو الكراسة وحوية كراسة ده عادية دفتر كأوت كرسة ده بوق عادي أو أي نوع أو بوق وهاي أديك سنكرته أديك سنسا وهي أشهر طريقة معروفة لجمع المعلومات وأكثرها انتشارا والطريقة ده أوقع عن سن أضطك واستعمال بدنيا يعني أكثر ناس سدما استعمالا لدى عامة الباحثين حيث تتم باستخدام مفكرة أو دفتر أو كراسة عادية يحملها الباحث معه ويدون فيها المعلومات مركب بوك باس كوغضا نيسا مركز طو مكتبات كشو مركز طو كتاب أخر استو أما بوريكو أخري أما مكتبات كو أخري أما أي ميل أو أحكا أخري دو معلومة دي مهم كو أخ أو مقشو أو أخري دو ميل كهشو بوك أساد أكو غر نيسا مركب إن لباها بوين غر نيسا إنا وايداع كرتا معلومة دي لفت كيدي خورتو أو يعني أنت أبو باهنا المعلومة ده مش كتالي أو سيد أو خطته يعني إن أد واحد على المعلومة ده قارئ طيب لو كسب سنة زيادة المعلومة ده بس خطرته يعني المعلومات السيئة دي قرأته كده من المعلومات هوست إذا عدكو قرأته بيانات الكتاب الله بدأ الطريقة بقى وده ديك سن كرتاي واتصابي كرتا ميزاتك أي لا دهي يعني وحيا باه يكون في عندها طريقة الدفتر إن الدفتر أما كراسة ديك ستا وحيا باه يكون في عندها وحا كمدة أنها رخيصة وغير مكلفة واسكر رخيص يعني بوق إنها شو صوخ هذا وقت عادي كاسكولات كي لا يستعمله أي نوع أو بوق وقت أكسس كلا يستعمل تسوق حتى نضح بقرته وحسك الرقيص عن العقبة نباني وأنا طريقة عملية سدوا كله حي لك كراسة مرة بيقول سعتها إن قادرة ويفضوطها يعني ما أنتوا بوق إن تسكوا دتو مكتبات كست إيميل كست أتتو إن بوق وحلا يقول سعده ووحدي أد كوقف ضدك وقول بير المركة ميزات كاس أي لا ذهي dadka qaar ba waxay leeyeen waxaan maqlayna lama arkaa dad maaniga xaqiiqay ciladu miswaayaga maayo dhankooda ciladu mikrofoonka dhankaaga bidixiga earphone hadu yahay mikrofoon ina u bedeshid isku day walaal dhankaaga ma haystaa oo wadanka dhaashkaaga marka miisaad keda waxa kamid ah raqiisnimadaas iyo waxa la yiraahdo wax amaliyo oo mar walba aad wadan karto oo yaani qofka baaxiska biduni warqah biduni qalam inuu socdo saxma مرادات باحثتها وحنا قريسيد أصلاً أقف علم أمسف شاكتتها باحث نمكلي ما يعني أصلاً أنت مركة أتايقف حق العلمية يوم معرفة أكاديمي نمو أمسف شاكتها مركة أتايقف وحبرشاء كجرت أنا القليل الآن صعوته وأرضي جامعية بوغل الآن صعوته وخلت هذا دي آيباد يو تلفون هذا ونوتيس وحلي رحضة له يو وحاسة صباحي أي بوسكو دي هوغل كرام مو مشكلة عبه هذا واحد كمدة طريقة أيضا صعوبة ترتيب صفحاتها إلا بنسعها يعني بوجي ورقيز ما ترتيبين كرتي واحد لقيا معلومة ما أنت أهشوا أنا كوساب صن تاي فصل ككوباد هدنا بري هذا واحد الأخير أنا أهشوا معلومة كوساب صن واحد لقيا فصل كسدحات أو واحد أسكت بقرته تنا هلك بقرتي تنا هلك بقرتي إسلي بيج أما بيج كل حاجات بقرتي واحد مركة ترتيب كودي أنا أسكت أحياء عن oo aadan awood u lahayn inaad safaxaad koodi aad hagaajisay inaad waraaqii jarjarta maahan oo mimma qad yutcibu albaahith biijadi baad almaalumaat yani haddii dhina markii macluumaadka aad qorto oo aad ka tagto yani baahthigi baad wadaa shaqadi way dheer tahay qiraa dheer ba ku jirtaa laba bilood shan bilood lix bilood balagay ba qiraadana oo casan ku qaadato hadba baahthigi waxa ku xiranta intuu leeg yahay nooca uu yahay charles klusi marka taymka inta leeg waxaad akhrisay waxa laga yaaba macluumaadkii aad aruurisay waxa aad qoraysay إن أبوك أي ملك لك في السنة القرآنية هذا ودينا قارق مذا بقى ويدا بقى وتقرأ ويدا ماشي على قرط
معلومات كمركب متشابهة إن التنسيق سو حل من القوة ذكرتها مركب بوج أديك سنة سو ويرات كان سار أنت بدن خاصة مركب بوج نوعية حاجة رواية عند بصوب حي جوجاك ده ويا نحاس الاستعمال شريو ده بدن أرضي جامعة هي قادين شريو كلا 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 راح هل بوج ديهس أو حلية هي قيب قيب وقيب سيا هل كي قيب أو ورقة كسب واسكو كلا كسو كلا مركب هدي هذا أديك ستو وأضو أصله ربط أصيها سيسو أما ورقة أترسطو أتكلا هجاجي سدي قفو ترتيب كيسية تنسيق سقع واحد إلى هذا سكا هجاجين كلا لكن أدوسي عشوائي أو استعماله وإسكورا فاضي يرهد إذا سقي معلومة ضعينو ديبوهن لك عيبه هذا رح إنا تفتر عم بوب عادي استعمال شاء عيبه هذا تاسع كمد طريقة اللبات طريقة البطاقات إنا أديك ستوه بطاقوين أما ورقة يرير إنا أديك ستوه وعجران ورقة يرير mod sabab la yiraahdo oo waxa jira dukaamada waxa la yiraahdo lagu gado bookshop iyo kale bookshop ka tagaysa waxa soo gadanaysa marka hab loo isticmaalayo sawirkooda hoos qiimaan doona wa tariiqada amal bitaqat saqira min alwaraq alsamik raqayr yar oo warqad adag ka sameysan kasta waxa uu qofka baaxiska isleeyahay haddii baaxigiisa gudisa ugu baahan doona wuxuu ku qoraya bitaqa kasta baabka iyo fasalka iyo mabxaska ay macluumaad u nasab sheegato waraaqda qaybteeda kore ama bitaqada qaybteeda kore oo midalan mowduuca fasalka ku qoraya macluumaadii ku saabsanayd oo si ku qoraya fasalkaas ama mabxasa duu yahay mabxaska uu kor ku qoraya kadibna macluumaadii mabxaska ku saabsanay oo sidoo kale qoraya marka sidaas uu u kala tartiibinaya inta badan waxay ku fiican tahay sidan arki doona color color bay leedahay oo waa kala color color marka waxa soo gadanaysa dhowr xabo dhowr color kala gidisana mesela hadii baxfiga uu ka kooban yahay saddex fasal oo kale waxa soo gadanaysa saddex color oo kala gidisana marka sa waxa sameeyaysa color kasta waxa siinaysa fasal color kan marka waraaqda si koobad baa fasal ku qoranaya waraaqaha dambe oo dhana waxaan ku qoranaya waxaan kala qaybinaya mabaaxisti fasalka hoos imaanaysa فمبحث كاستمرك هلك وراقع كقرة هوس إذا وحن كقرة معلوماتك وحلا يراهدو ماشي على كقرة لها إن طبعاً أنت بدلنا معلومات عادية وحلا غير من هذا كقرة كده هذه وراقة يرتاي خاصة مرقعات كقص من أنا سأل مرجع مع اسم المرجع ومؤلفه إحنا نتكلية عادي عكرت مر برضه هذه وراقة وين تاي معلومات عادية وشو جوز سيدوك على هذه مرقعة مرجع يمؤلف كبس على قرطة وين على قرطة سيدوك على حاجات كتاب عن كهشي الموطن الذي يجد فيه المرجع مكتبة حقيقة وكيا لا يعني مكتبة ديك وأرقتي مثل المكتبة العامة في المسجد وأرقتي مثل مكتبة الجامعة وأرقتي مثل أحد أصدقائك مكتبة ديسات وأرقتي أي يعني موضع أو مكانتي أتكو أرقتي أي حد يدرسه إن رقم كجزء كتاب وليها هي صفحة ديسة نسخة كتابك بكتابة الناشر وطبعا ناشرك ودارت اللي ورد شهدنا دارت كتابك إيو طبعا عديسة إلا أن كتابك وحدي عكرته ان انه ناشر كيسي اما وحل الى هذا المكتبه دي كلا قد سناتو يعني دارت سو صارت كلا قد سناتو الى واحد دعك رتا دار قد اي طبعا دي كلا قد سناتو وطبعا دي كوبات بعد لو طبعا دي سبعات فرق اخرى دحين كره ميد الى طبعا هذا لا بعد سيدي اي كوبات وطبعا دي مكتبه دو طبعا سو حل غيابا وحيابا ان لو دردرو تحقيقات سوق لو سميهو او صح كي دقه عرف كو خرب ان لفظ عمل لو أرقيني في عمتها يقفكم مركب وبطاقات سلسلية بطاقات كسائنا وغان ألوان مختلفة تيقو فصل كستائي باب وقوموا له لون معين عما كالر معين رؤوسيه هدي قفكم ودورته طريقة البطاقات وحاها بون إنو إلى ليقو تبضان صو صعدكو إن البطاقات كاس نقدر قوة حجم غدوية يسي وحي عيسان هدو دو ويران وصن وقص بنان إنو حل مطلب أو قلت صالحان ودور ورقه كلا قد سن معلومات كودي او كلا قيبيو اودو ليين وحل ورق سوقي او حدم marka weynu xajmi xogaa yar weyn yahay qodobka labaad inuu u khasiiso in bitaqa kasta hal fikrad hal ورق kasta fikrad laba ana dad ka sidan ku arki doono ugu tagi doono heykalka in heykalka sida loo dajiyo ama waxa la yiraahdo tabwiibka abwaabta baxfiga هي تقسيم كبحثك سيدا لوصل معيو ترجوين كلا سرسر ريو لي أو باب ثم فصل ثم مبحث ثم مطلب هدي إلى هلقا يقول لك يعني مركا فكرة واحدة يعني مطلب أو مطلب كسته إنو حال ورق وفكرة فكرة دي سيه معلومات شيء حال ورق وارقية
عنوان إن قصة مية فكرة كست فكرة كستو أو صاحي راح مامو معلومة كستو استو إنه عنوان قصة مايستو هو واحد اللي راح ده ولا سعده واحد اللي راح ده يعني وحش واسكو روريو عنوان هذا عدود دقيسه فكرة كست عنوان كعدود دقيسه واحد كعوينه يسا تبويب كهذا ودي أما فص سيدا فصل هذا تقسيم كهذا ودي بحثي القيبين يسا كأنفع يسا ما كمعلومة كستو هالشو وين يكون له هاي عنوان وين يكون له أما موضوع عي كهلا يسا وين عنوان كوله إن باحثك وين وخواطر تيسا وحياة بها نيدي سكو صور عيه مركات معلومات آخرين يسو وحبا كو صور عيه يعني نقدي صالحا أو وح يعني خلال كتير معلومات أتشي ده أما وح لقول نقدين كراغفك معلومات أسكاله أما وح أتشي ده وح مهم أي كنت هاي ولكن يقام دو قفك سأسفها مكرين أو أباها تفكيك يتعليقين أباها مقصود كإن عديه دليل با مش قصورتي دليل كان وحو باهيا الا شيغو وجل استدلال كسي يعني معلومات يلي روحا جرا اد كنت عليقين كرتو معلومات اصورتي او كوغو سودعي اسلام ماركاس ماركا وين اد كنت عليق ساي كو ديوان غريسا لانا هدودي ماركي اد وحا لرا هدا فرحه كقاده وحا هدا كوغو سودعي خاطر كاده كوغو سودعي هدا فرحه كقاده ما وحا هدا كوغو سودعي هدا فكره هدا فرحه كقاده هدا وحا لغا يابا ان اي لودو او سو حسوسين ماركا ماركا اي كوغو سودعي دبا كودل ديوان غلي إشارات وين أسميه معلوماتك وقرى يقفك هديه هو مهمة أما له شأن جارة يعني حالات جارة دي يعني كتابة إشارات تعينه على المعلومات المهمة مثلا هذه معلومات عن أنصار هديتها معلومة مهم جدا كور كذا مثلا قرية مهم مهم جدا مثلا ولبا كلر خاصة وين نؤديك صلاحا قلم قلم جدود نؤديك سريع مركز تو معلومة مهمة أنصار الله وان ربا إنا نتلمان معلومات إنا مهم تايسي هذا ودي بحثي وكدهيسا عن وشارة تلمانتان هذا كان إنا مهم يهي براكة ديال بانفوريا مهم بانفوريا إن أو فر كده سنة فرطة عن معلومات عادية كوكراني أما وحي يعني الرنقارة والطه يعني أي شيء يعني بحثي كمالك قرى يسيد معلومات كأسور يسيد اسكو شأني معها يعني اسكو درجة معها حاجة أوده ده حاجة قوده مثلا مربع واحد غيابة كتاب إنا كلها شيء معلومة نادرة جدا إنا هي شيء أقل مثلا مربع واحد رادينا يبحثي بع واحد كسمينا إجماع يخلاف كوتشي راح واحد إلى هذا إجماع اعتبار أنت سبعة العصر الصحابة ما معتبر بعد إجماع بعد عصر الصحابة مش معتبر ما أنا قاعد بحث سمينا يبعنين تقريبا هذا القرن بعد السلف كده قرن هذه أفراد بلوغي سميلها سارق وسولين تقدر أما تقريبا قرن يسد حدمات كيسا عبد الوهاب لو يغنى القادة عبد الوهاب من المالكية بعد معلومة يركيها لكتاب يرى نادرة أولية مركا ما صحي كساب صني وحوسيف في عن التحريري إجماع الصحابة إجماع سلف أكرا قدم بيوردن إنو حجيه أين السلف كان أنت أسكوا فقسيهين ومجمعين كيهين هذا اللي يرى مركز قروح سن أو نقدية أو كل نقدينا يضدك أرنتها تيدا أيو تلمعمي مركا يعني وركاس وقلا وور أو وحالة غيابة انت بدأ السداس يعني قف حل قاتشو غي وإجماع السداء أصور رأيه وهذا لن نقدينا يضدك سهر تيدي أو يعني تحريك نوع عاس وقلا وحالة غيابة إنو نادر كونه مركا مركا قرالك قرنيي تشي سامتان براكة ديرا صفوري ما محنكو قري نادر نقل نادر حد دودي مركي مركا عن قاري بحثك عادي تقارير تبحثك مركا كمبيوتر كوخري عادي أو كوخري مركا جاري معلومات مركا سو جاري دش هذا وحي وقرا نادر هذا ودي مركا قرال كوخري عادي جايون كمبيوتر كم عشر كم نقل جان سو سمي كداش سخري كذا مركا سير عارو تبي هنا يا نقل جان مية نقل نادرة ويعني قديمة والنقد أذكوا ضد كذا مية ونم أو حلا راح جديدة يا إجماع بابا على الصحابة مركا يعني فكرة نوع سخرين على صمري ستو كنت بيستو معلوماتك مهمة. قفك حيابها قلوا على التنبيه هنا يا ما يوانا أكسنت هاي وحوي وإنو أو مروى البوته وحالي هذا بطاقات كرعيقة أو سنكتك لأن أي مطلب كميدة قصابسا وحالي هذا قفبا وركو شي كره مهمة هذا هذا مكا قالين وراغ ذا وحقوق ريسي وحالي هذا مذنين وحالي غيابة معلومة إني كاضي يعني تالي غيابة وراقها وحال الإرادة ما بطاقات كنا وكواس مركا بطاقات كاسو كلا كلا ويكلا سيس ووين هنا يغو ووين ويتران أيوة يرير ويتران إنه بدل لكن ميلاها كوك شو بيضا كوا يرر كباكيه
مميزاتك أم حيابها أي كوانا أكسنتها هي طريقة البطاقات وحكمدة سهولة معرفة مصدر كل معلومة أو فكرة لأن فكرك كستة أنت بدن مركة طريقة أديك سنسة بطاقاتك أنت بدن إلا إني ورقو ورقو وينهين معنا دي ورقو يريهين لغو مقرو ورقو أديك سنسة لغو مقرو معلومة دي عادية وحا الوقرة مستر كي معلومة ده هي موضوعي معلومة ده معلومة ده موضوع أي كسب سنة باقو ريسة كد ابناء مستر كي أكيها شيء مركة حلقية با حل موضوع ويار انت قرأته إن أنت سو مستر أتقو أركتين معلومة ده إن أقوى ده قرته كد ابناء مستر كي استمركة قرأته كورتي ساد واحد قرأته هذه معلومة ده أد مستر كان قوى أركتين مهم تهي هذه وفافاهم زيادة أوته وحاصرا ملاحظات يرير إشارات يرير أتقو قرأ نساء مركة هل ميل أو كستة واحد أود ولا ذا إن أتقو أروريسه موضوع غير إن أتقو أروريسه معلومات ترى بدور أنت شو مستر أتقو أروريسه وحكى له سهلا إن أروريسه يعني كم ترى بدن يعني قدر ترى بدن إن بدن أو آراء إن أتحل بتقوليسه وين بيرتاح لأن مر هذا نقوله يو كتابك يو مؤلف كيسة مثلا يدارت يو حس أنت يرتاح هذا قرية بيجك أنت يعني معلوماتك عن قرية واحد قرية صدر أم الله بصدر سداد درادد واحد دعي كرت هالورق وده دينا قو أروريه على آراء تربى دينا هالورق قو أرور صدر هيا دعي كرت واحد كلاس سهلا ترتيب المعلومات والأفكار التي تم جمعها يعني معلوماتك عن ورقها كجمع ستي هنا ترتيب سوي دي بيرت لأن كلر ريكر ليهن كلر كان بلوكو كلا وفصل كوكوبان جدودكو كلا وفصل كيساس واحدا وكو كلا ترتيب سجن عندو حتى هذه لبا ورقة اسكت عطوا مران ويدي بيرتا إلى سوق لقى هذا لأنه وحي ورقة ورقة اسكت جنا أهم ورقة جوريدا ضوء كلا صعب سهولة حفظها والرجوع إليها في أي وقت قطب كان سداسي كتاب بدن أما كتب بدن كم مدة وحل الكتب المناهج البحث هي قرية لكن ما اقتنعت به لأن سهولة الحفظ أيضا هي مركلة طريقة دي كوبات بكس كحفظ فيها عن أنا بوق أنت بدن إنه قالوا ما هنا ووحدة صعدة لكن تم ورقيه ووحي يروك على صعدة صعدة كلا ضاعنا إيه قار كم إذا قالوا ميكر مركا حاجة حفظة حد مدين له في عينه عبيه هذا وحى كم إذا ومكلفة نسبيا إذا قورنت بطريقة الكراسة يعني لعق بدن ماكو بعيس أنا ويكا قرش بدن تهاي ووحى لقيا وحلك بوق أنت أكو جدنا يسوع أو لقيا وبحثنا أما إنا كل يوم أديك سنكرتين iyo inta aad ku lacagta ku gadanayso hal xabo ama hal xirmo oo yar oo raqas kamida oo hal kalar bas ah baa wax laga yaabaa inay isku lacag noqdaan marka xogaa dhaqaalaha way ku badan bitaqaadka haday saqiirata haday yartahay la tattasi'u litasjil macluumaad kathiira عليها yani macluumaad badan kuma qori kartaa haday bitaqaad yartahay inta badanna kuwa meelaha laga helo way yartaa marka waxay arintaas ku qasbaysaa inaad raadiso bitaqooyin waaweyn inaad raadiso ay ku qasbaysaa صعوبة تحمل البطاقات ونقلها من مكان لآخر حقق هذه استويدي بدنت لأن وحي ووحك للضادنا هي وهذا نقل قوق أنا رأو الحبوك لقد سنة مركا حريد يدا أم قادي ديدو وحلقيا بين كوليبت صعوبة حصول عليها وندرة الشرائها ميلاها قار كوضك لأن لقيه لين بابا لقيا بابا أذكر رفادر هذه أن هذا بقى طريقة البطاقاتنا أيضا هو نوع عاسقف كي وأركا إنا يضغو في عن تهينا وأديك سنكرا طريقة الصدحات التصوير الآلي إنه قفكو أديكسده كوبي أديكسده أو كوبييو معلومات كتاب كان أن أغبه هذا كتاب عن أخريي معلومة بحثي عن أغبه نهيب عن كل حرك وقبنا يا كوبي قال لتك يا بيتشكي أما بيتشكي أنكو أرقي معلومات أغبهنا أنكو بيقى صار يا ولتك يا التصوير الآلي سيدا سلوريك هذا كوبيينتي وهو التصوير عن طريق آلة التصوير يعني كوبي إنه أكو كوبييسته بحيث يصور الباحث بنفسه أو بواسطة عامل الصفحات التي يحتاج إليها بعد تحديدها وغيرها يعني قفك باحثك وحو كوبيين يا صفحاتك أو باهية يكتي مركو أخريين أما استغى كوبيسنا يا أما قفك شغالها وماش شغالة يوليه إي كوبيين أنت بدل مكتبة ده هو أوين وكلا قف شغالة إليه هنا قيب كوبية باترتو عادية وتغي سيدة وحلرة وراغة وباه طبع وريكا يا كوبيين ميزات كذا وحا كم إذا يكون في عنتها طريق التصوير الآلي تقليل الجهدي يعني جهدي كاير انسى لان انت اد قرقري لهيدا انت ما القلم لا فريست اد قرا لا قليل لهيدا هيدا وين بيرت صار لو صار يا بيجك خلق مر او باهنا بيجك وعلى غيا بلاها نص ساعه اما وحل دك قرقد قعن علس 12 دقيقه ما لها زين قاد الله ان بيجك قران لا
لكن هذا وحنا نكون بالك على ده صار صارف ويصور إسا هالمرواد وده تابع وحى وقت كعب بحير ذلك اختصار الوقت والجهد لذلك بحنا يسي جهدي لأكون بحنا شقرالك يا وقتك بيكوشو كوبيس جمع المعادة العلمية بسهولة ويسر سيفضو بض وراقها وراقها كوبية سيدة معلومة كوغوتها لا ماشا يكو سابسنتها بعد أقدر إيسا مركا معلومات كذية سي لبير هي معلومات بضن كوار وشنكرتا تتسم بالدقة في النقل والفهم نقل يدو دقيق وعلى غيابة مركا تقعنت كوغر إيسا أما كمبيوتر كوغر إيسا أما بطاقة كوغر إيسا أي كان مرك هذا قرية سدوا وحي قرية سو هنا ده خلا ده لغيابة قرالك يعني واحد كبد أو قلنا كقولا قفوا يعني واحد كبد لكن تصوير مرك صار يسو حما خلا ديسي لأن تصوير كويح مش كويا لرم صوريه مرك هذا ودين هذا وحي فهم تحت عرفت إذا فهم حلقة حقي تحت ويكاع ونسا صوته معلومات يروح الغيابة شانس صدرنا وباهنا شانس صدر كل يوم يسي كوبيين وحي كوري أنا وحي كوبيس وحي كده مين وكوبيس وحي فضين صار هذا القاصن أشكو حرام أول كوبي هذا ودي سياق هذا القي واحد أن تاس له شو يعني تفهم في قولي بيراده أي سبب ونقول ساعة عيبه هذا وحكا مذا أنها مكلفة نسبية بالمقارنة بطريقة الكراسة لأن العقبة لغاسينا يا وحن كوبي قلقوب بحنا يا العقلان مع مركا العقبة كاقب حيث مركا حكا دقال أهان مركي طريقة الكراسة لو فيليو أنا كان العقبة دتا لغيها أنها لا تقتصر على المطلوب حانو باهنا يا معلومة أنو باهنا هي وهل براقرافير أما هل فقروير وقيبي يدوب هذي وقبضتو شان صدر ميلهاس بيجي مركي عالد اللي صاروا الله هلا صورنا شان تصدر إيه ما صورة يا وحي صورة يا ماشي وجوه ريسي ماشي وجوه ميسي مركا واحد بطن أنا أباه راي بصور راعي قد لا تتوفر آلات تصوير في كل المكتبات مكتبات كستا يو ليبراري كستا تكتب وحلا غي عباينا هذا كهيلين آلة تصوير يعني إن هذا برينتين أما كوبي هذا كهيلين بالغي عبا وكل ما احتاج الباحث إليه يعني مركز صوت أباه تمهليس صح مركز قارقود بأفكار تأباه انتهي أما واحد ربط إنها قرطة واحد كوبوس ورعاية رضا سوق بس كمان ريوة هون كوبي بهالكي بالتشوق أما واحد اللي رضا سوق قف صاحبك يا كاجور يبيت بعد كتاب قاضي واكل فرتي معلومة ضوبة عن تبارك سوق ميل وضد مرة يسا من هي ستيد إلى حكو كوبيس سيدو كل واحد يعكر تبين قرطة وسكتكت هذا تصويرك وضع أما واحد اللي صوراي واحد يعكرته هنا قرطة وسكتكته أو واحد اللي سأ كويل واحد أصورني سأ كوبوس وتقلي وإذا معلومات يا هذه اللي له مركا أيضا عباسنا ولا هذا هاي لنا عباسنا ويكون في عنز طريقة أقول ضم بيسه طريقة استخدام الحاسب الآلي هنا هذا ذيكسته كمبيوتر هنا ذيكسته مركا هاد سمينيس تدوين كاس سمينيس إن لابتوب يرى من كمبيوتر يرى أسكوا هذا نساء مالك استو مكتبات استو شو معلومة ده هي شو كمبيوتر قد كوغر نساء الحاسب الآلي يمد الباحث بمزايا عظيمة يعني مزايا بدن أما وحلا راهضة وحابة ونكسر وبدن أي كوكو عاونا يا كمبيوتر وحنا كوجس عدينا يا سرعة الوصول للمعلومات من مر بدن إن المعلومات كسي لبير أتكو قرط أديكسي كمبيوتر ك إنه قفكو وناتشين كرا أما وصف عن يقانه لتعامل كيسة يا استعمال كيسة إنه قفكو كفى إذا استه وحنا هذا كمبيوتر ك في مجال البحث العلمي وكفى إذا استه وضرورة يجب على كل باحث وباحثة إتقانها قفك استو قراءة مقفك استو قراءة لازم وينو يقانا كمبيوتر وينو لا تعامل كرو وينو كفاية يستسن كرو لأن قد كخارقود وحيب كليهن الآن هدي هذا الكمبيوتر أقوني سيكا صد أقونيها نوتهاي أقونت هذا وحبا قدما مركا كمبيوتر كإن لا تعامل كرتو إن وحبو قران كرتو إن تقانو أتلستي إن تقانو سيدي تقارير تبحثي لو قرتا قرال كستي وحك استو أباهن تسيء ديوان كشتا مهم جدا وحاي لسين حلق الكتب مكتبته قد نشأت المكتبات الإلكترونية المحتوية على مئات الآلاف من الكتب يعني كمبيوتر كلية واحد لقيا بقينا قوة ذاته وحام بمكتبة أيرتها مكتبة إنها تكهش يعني كتب أيرتها مكتبة كده حشو بعد كمبيوتر قوة ذاته مع أي بادير أسق قوة ذاته مما يقل أن تتوفر في مكتبة ورقية يعني مكتبة ورقية عادية كتب هذا كه الكريم لقيا بقى كمبيوتر كأنه كتيران وأتكون استعمال كرتو كما أن بعضها يسهل عملية بحث المعلومات والوصول إليها مكتبات كقار قمدة وحوق كوف ضدين يابو إن أذيك ستو وحلي معلومات كأت كارتو على غيابة معلومات دي أنبها مثلا تاريخ الصلاة والحقورية هل مربان تجي مكتبة شاملة أوكلي هل مربان قليا وحلي لا ما يلا وتر قلي بحث ما يلي هاي مشا بحث ما قليا والله صعب حيا تاريخ الصلاة والحقورية كتب الفقه مذاهب الفقهية أيضا
مذهب الحنفي، مذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، الفقه العام. ساس سودة بتحيين كل قد ودوران يا تكتيك بان ساري وأودي ريا وحا لغي أبا إنو إيسو سارو وقلال مرجع إنو إيسو سارو ما كمانان مرجع إيسو بحث مركا يعني وحو كوسة هليا معلومان إنا قارتو سفضد إنا كو قارتو إيه كوسة هليا مكتبات كنوعاس سيدوك لمكتب الوقفية أما مكتب إنو صور وحو يقنين أيضنا وحي كوسة هليا إنا دهيشو هالمر آلاف المراجع هنا دهيشو يعني بقلال مرجع بقلال كون أو مرجع أهل مرسكيه لسا وهذا كيه لكرينين مكتب العادي هذا كيه تبضح نوع عاسة كلا إن هذا ديك سنكرتو وتيقف كمبيتر كالتي عامولي كرا وفهم كرما سيدا مكتب الله الله استعماله ومهم جدا واحد إلى مرادات تيقف باحثة ونقف قراءته طريقة داس طريقة دا واحد إلى هدو أيضا هو طريقي قد بي وقصة بسن طريقته جمع المعلومات جمع المعلومات إن أي طريقة وقف كأسك الله هبون أما أفرتان أنك بحسن بو أذيك سنكرا أنا حدك يعني كمركا نرمو قف باحثة إنا لا تريو وانكو إرادة طريقة دا أذيك سو ما كود هاي الطريقة قوني إسكو عين طريقة قوني إسكو عين وإسكو قصب كمدا هاي لأن طريقة كستا عيبا إلا هاي طريقة كستانا ميزات يو حيبا يكون ناسين تاي باجر حيبا هذا لا أذيك سنكرا وقلا واحد كم إذا أو حقا معنا تمييز كيو حينا كلا صوت عضا إنا سميسته لو فايل أو يرير أو كلا كلا راح إن كدبنا أركا فايل أو يرير كهدي أد مثلا مشين كان يركا مبير تاني يرير اللي وجر وراقا قد الله وجر وقلا هيو طوقاتو اي فور عادي هل حبو وحالة هل ريم أو اي فور صوت قدن نيسا هل كرهيبا مشن صوت قدن نيسا صبح كستمكا مرات بحيسو أو مكتبت دا آديسو أو ميلاها أو حكو آخر دا آديسو حسمينيسا دور ورقه يعني تمام ورقه تمام ورقه تمام ورقه باتشريسا تمام كي وحل فايل او كلر كوني ادكشنيسا ان ملفات كاس وحي كودي بيريهن دوشودا ميل يرا ورقه يرا كوجيرتو وحلو قري كاري لي مركا قالين بان قادنيا فصل ق ان وحل يرادور ملف كان ام فايل قير كان كودي خريو ان دوش سكو قرانيا كان مركا وحل سداس ايو قران كان سداس ايو قرانها يعني فصوشي اما مباحثي سي كان غدسن ايو قراني بس هذا ودي وان تبعايا احنا سمعنا يا مكتبات المركان تقو ملفات كان ويريري وحساء وين معهم هدارت كل جود وحس هو جين كرتا هل بورصة أو ير أو كلا أيضا قوان لا دير أو ير قدرت كأي قاتان أو كلا بدي أحكي لين كرتا قوضة هذا كرتا أريد مركب أحكي كوف دين سام كلا الردي كلا قد اسماء ترتيب كي تنسيق بحث كوف دين يينا وهذا يستا وراقه ووينا وأن كان لمين أو كوه يه ملف كوه يه لأن وراقنا عادي قام بطاقة عادي هذا كلا فصل السنة هذا كلا جون داهي عيبتي هذا وحي هاي ويكانوا ميكرتا لأن ورقي ووحي مسكونا قرينا وخلا سوح سعوده يريرا ورقي خلا دادان كلا لكن مركض ورقا نتاق ذلك دلو ليسو ملفك قليسو ميش كمان نحبي حكرتا لأن بيرتي ملفك هايسا مركض ملفات دور حبوه كلا كلا رنوع عاسو كلا عدد سميسطو وطريق في عانو دو أديك سنكرتو هنا دو حقورتو هدي كمبيوتر كلا أما واحا ليرا دو تلفون كلا وحولي هاي إيو أي بعد يدو كلا وحليهن نوتيس ميل غوكر كرتي ليهن هذه دور نوتيس أو ملفات كلا قد سنة أطفرتو ونوتيس كستا عنوان وقديكتو وحلي راه دو فصل معين على عنوان وقديكتو كده من المعلومات كستو أتقارتو هذا هلق كورت وح كست تلا وح كستو قات عيب والوجوشي كرا وح البري كرا تلفون كلا غاحد كرا وعلى غا وكالو مكرا ملفات كوي كالو مكرا أي طريق وح كستو الوجوشي كمبيوتر كوه لابي كرا يعني ما في إنسان أو متقنا واحد صمينا عيب كمان تري كرتيد لكن المهم معلوماتي وأنا أرسلته أنا يكون كلا صار عندي هذا هو المهم مرق أي طريقة أو كو صورة قلنا يسأينا معلوماتي أنا كو أرسلته كونا كلا صارناته فهي كافية إن هل كان نقول رئيس تاجيا سي واحد لهذا أنا هذا الكي وهذا الدير واستبص على وصول نقلين محمد كجرو هلا محمد نعم استاذ اوك معنا ايوه وحير بان استاغ يا حدي اصحابتي يعني سؤال اي تشيرتو انتاس واحد لو درايو سيون اكسن قيبت جمع الماده العلميه وترتيبها هاي الطرق ده
واحد سؤال هذا شفته في لا هذا واحد سؤال ما شفته إن شاء الله. هذا سؤال كذا بس. وهذا هاي مركّة معلومات كأن أروريه. أن أنا جوا طريقة داس أبروق داس ميت كم إذا ديكسن أيه أما أي طريقة كله أو وحنفع عيسه أو هذاكسن أن كو أروسن كرا معلومات كم كأروس هذا كتب معلومات كمر كان هلا كتب أو وحن إيمان يا سياقة عنوان البحث إن السياق أيه أو حب هذاكسن أنا قرا وأنا كبحثي أن حالة يابله أو يعني قف كستو هذا أصحابتي اللي ديكسن سكم إذا أما إن بدر معنا كم إذا يسوي دين كران إلا هذا هذا العنوان في سياقين بحثي قلنا تقول يا محوي فرق وأكل دحية عنوان كإن السياقيه هي إن حيستوه مشكلة البحث أن دون إن وح كقرا عنوان كسياق دي سواح كحران تعب معلومات إن هذا الشو معلومات كينا عاد أوجاتين هي المعلومات وحلا ذوق يقرا يعني خلادات كأرداد هذا أنت بدل مركب قراءة يعني كدعاء هاد بودينا بحثي مركب قراءة يعني إلا رفضان وح كم إذا أرضي عنوان سياقين يا وصور كهين حبك موضوع عنوان كاس يعني معلومات تسحقين كهليا كتابة ذي كتران محيه حبك ما هيك جامعة وقين عنوان وصور سياقي كتب جامعة ويسو إجازين إسا يلا لا معك اكتب البحث هل لو دمركو بحثي وفا الستور لو بحث أولدنا وكان عنوان كي واسو تعقين حبلا ما قري كرو كرف هذه معلوم كواي وحيو تربى ذنيا أمو يرانيا رفات بردي وحل هذا وجهها مركز سياقة العنوان البحثي هكو دقدقين هكادقين واحا أبوخو الرئيي والقابطو انت حيوان اسك سياقة اسلا مركب جامعة ضئيو إدارة هاو تورين كنت لقل حيوان كاد قدبين إساء إن هاد أبتهي مركب كاد قدبين أي معلومة حيوان كاسقوبة هنيا حقيبا كهليا انتبو حيوان كان اللي أجيهي ما يقوينان دونا ما يران دونا ما يريجبو نقن دونا أي نوع من حيوان كان مركب خوري سدن او قاعد تكذب حيوان كسياقه او قد عنوان البحث واسمه بحثي اولي هي شقد او قبن انا وحا وظيفه اعلاميه يعني اعلامنا يا اما وغيسيس كبحنا يا موضوع بحثي او اشيغ يا قف كسته او كتابك اما بحثك اد قرتي سدان افيريا و هو اشيغ يا مشان مخا كدخجرا marka ahmiid weyn buu leeyahay ciwaanka bahthiga u leeyahay iyo siyaaqada iyo habka uu siyaaqaynayo marka waa inuu noqdo waxa haboon inuu noqdo mid qurxsan wa inaad yara qurxiso qurxin markaan leenahayna ma ahna istakallufta waya dhaxaasa waxa soo baxay wax loo yaqaan yani tabaan culimadii hore bay aad ugu badnayd in yani xiliyo hore soo bilaabtay in ciwaanka kitabka la qorayo sajci loo sameeyo انت بدن دد كاسي ما اهين دد او لغادو كو ادقتاي دد لغادو او ديبيرتahay او سهلو تاي ولذلك اني الى عليان موضوع وكتاب كهلي حدنا عنوان كو داي كديغان عنوان سجع قروحسن او ادب يله اني كديغان واي ديبيرا اني جمعيان لكن هذه قفكو انتو استكلف سكيليو او عنوان قروحسن او سجع ليس لغا يابا هلكان كو سو قرو حدنا عنوانك او ميل او صعدو كتاب بوليسي وحك جرنا ايميلك لو صعدان وديباتو ان يعني ان يكون جميل المكتوب ليه لازم ما انه عنوانك سجعي هي عنوان ادبي هو يعني سجع لانه يحي لازم ما يعني وين عنوانك سي هي عنوان وافق سن كتابك وحق قديسه كجرا هذا الفيسون وهذا الاستصارن او لقويا سحن ويهي انه نقطه صريح بموضوع البحث ومجاله يعني مجالك بحثك لقى قريه فنك لقى قريه هي سدو كله ان وحل يراهدو إنه صريح كل هاي هي موضوع وبحث وكتاب سيء. أوقف كتب قارئة أو موضوع أخرية وكفه ما يقدر أسداً مجال كلا أخرى. موصول في قبة ما في قبة حديث با وتفسير با. يعني هذا الكهديف فنجي أم الدراء وحياة فنجة وحكة قريسية. من هدي موضوع عنا قد أحواه. كتاب واكنا وحنا هي موضوع سيبان كعنتك وهي وانفيرنا يا وان أخري. لكن ما إيش يجي يعني أي فن ينتمي هذا الكتاب. يعني فنجيبو كميديا هي رسالة أنا أما بحثي أنا أما كتاب أنا فنجيبو أمة صبشكتها لا فهم مايو
يعني ليب كذا يرانيسا مرقا وينو موضوع النقض موضوع صريح قوة بحثك هي مجال كيسة سيدك لقف كستو أخريانا وكفهم أيو حقابو كتاب كمدي هي بحثك إني هي واضح سهل العبارة لا تكلف فيه يعني واضحة أو كلمات أدق وقنة يعني وح لديري إلى قرقر حياة سيسكة لكذلك وين سنة هنا عوان واضح عادي وين أن لا يكون موضوعا قتل فيه بحثا عوان كأي بحثك أي مشكلة أدارتها دراستك سمعين سوين سنقنين مثل وصر فاضي يعني أغلال باحث وكهرية وحقورتي وين سنوع سنقنين حيو يقالين وحقلين موضوعا هو موضوع قتل به بحثا بحثي القدلة بمعنى سيدي لو قري لو قري لو قري والقدر ماضي قف بها قوي معنى مثلا كسوح كلية وحن ربائنا وحقا قرى تارك السلاة أنا بحث في قرى هذا مو بحث ور هوري لو قري كسوح العلم نساء وحفا إذا مكينس يعني ماذا تقدم مثلا هذا يقول تراهده إن مثلا أضرار تأيي اللي باتدى إلا ذا هي تارك السلاة في مدينة معينة أما في بلد معينة أو في منطقة معينة هاتكو تطبيقه أما دراسة مسيحية قصة ميسو وحل إلى منطقة معينة بلشدة إن لأيك بتارك الصلاة ضدك تارك الصلاة سيدي بلشدة دولة رقمان لغالة أهان سيدي بيهين نجاح هذا يعني تجاري ينجاح هذا أسري ينجاح هذا تعليمي يعني نلش هذا سامين إتيا لأيك بيكوية لتارك الصلاة يعني مركز وقرة دراسة وحي قصة أفسانة إسا تارك الصلاة محيطة ديبتو بلشدة قيسان كرو قف كنا نروح نسوي بيت سنكرا مركز كنا دهينه معقول إنه قنا وفي عنه بحث لا يخرج كرا مثلا هذان لو قبل كم بدو بامحن ربعنا كه الله تذكر تارك الصلاة كا ينلاش له صيتها لكن هذان لم مش لسه استعرض حكم تارك الصلاة هذا قتل به بحث قر ما لقاه الله سلف كا كان كوبا بعيسى وبدو ذي يروني قاشين مركا مجال ذيك هذا مفروض أن لا يحتوي على كلمات محتملة كلمات أو معناها ذي سنية هي أما مشتركة كلمات أنا يعني معناها ومشترك إذا مثلا عين أو كلام هذه أو يستعمل شو موضوع بحث كده حس كلمة عين هتكون كده وكلمات أنت أسمع معنا احتمالي كرت مركب وإنه سن كلمات محتملة أما معاني كده جد سلة وإنه هذا النوع ذاك سن بحث فيها أما موضوع جديد ألا يحتوي ما يشير إلى مشكلة البحث وأهدافه ونتائجه سياقة مشكلة البحث حب الله سياقية مثلا مرقى عن مشكلة البحث مرقى عن سياقين أيو إرأي واحد شرته حديث عن استعماله لقدر الإنسان يقرأ القيقة إنه يكون شرته وما يكون شرته مرقى مثلا هذا عن ده إرأي مشكلة نفسي هذا استعماله أما عن استعماله مثلا عن تارك الصلاة كمثلا في مدينة القعية أما مثلا منطقة مدب dadka taaruq salaad ka ah baa waxaan rabaa inaan ka hadlo noloshooda sidee bay u saameysa tarkiga salaada ay ka tageen hadii marka aan adeegsado mesela kelimad ku tusinaya dibka ay u geysteen yani adrar mesela hadan dhaw adrar adraru waxa la yiraahdo tarku salaad ee fi mujtamaa mudug mesela hadan ad kelimada adrar dib rafaad mushkilo eray kasto oo wax yani natiijada ka dhalanaysa shayga ترك الصلاة ومتغير كدراسة كسب سنت هاي كدر وريجيس أثار بقى كذا أثارته كذا لا يساوي مشكلة دي مرك إرياضة نوع عن سكرة أو مشكلة ده لقدر ده سنة يوم وإنه سن وحلا رد بحثه وسوى ده لنا موضوع من لحس كم وقت سيدوك الأهدافتي يا نتائجتي يا وح لقدر ده مين يوم عمك لقدر فهم يوم وإنه سن موضوعه وسوى ده لنا أن يكون قصيرا موضوع موضوع وين هي موضوع قابل أو صنع هاي موضوع دير يعني زائد قرأ الكسوب دير أقول بنا واحد عن كلمات كيسو وين وصنع كمان إيشان يتبع الكلمة مارك كلمات كلا تريم مارك كلمات يقول لي أنا لسع حروف توا كلمة واو كل جيس وكلمة مارك كلمات كيسو مارك لا تريه وين صنع كبعض إيشان يتبع الكلمة لا يسمح وضع أي علامة من علامات الترقيم في العنوان علامات الترقيم أما على مدها وحلى راه ضو قرأ الكلوي أديك سيد علامة سؤال كا النقطتين كا شوك سيجا وحلى متكا علامات ترقيم ودم أي نوع يهين لو ما أقول إني عوان كده حلو كم وضع أن يوضح حدود البحث وعلى يتضمن ما ليس داخلا في الموضوع وإن عبينا يه
موضوع حدود بحثك. ومثلا هذه دراسة عن قصة مايو إجماعات الإمام النووي في مثلا كتاب الطهارة، هذا ودينا دراسة البحث الجديدة هذا عن كوكينا مواضيع قصاصة صلاة أما ما يلقل قصاصة هذا كينا. أما مثلا أسكا إلى هذا إجماعات الإمام النووي في باب في باب الوضوء، مثلا هذا ودي هذا نوح عن كوكينا حيض إيو نفاس إيو هذه الكرية الغسل إيو جنابة وح يعني جميع الأبواب الطهارة مسائل القصاصة هو إجماعات وكذا حكاونا يا إمام النووي أي سوق لي ما تطلع ما أقوله وإنه حدود البحث وست توصة هو حد ده موضوع. سياقة المركة عنوان البحثي أساقنا إلى حسن وقد بنا طبعا وصلة أو قصة أبصنة ودبان كار كده أنا مركة طبعا محمد بان فيلا يعني وسؤالها مير وصوري وخري إن شاء الله عدي لها كذلك بان كتجاه جميل جميل. هذا هل كان قد من مركة نوحة لسياقة عنوان البحث. سياقة عنوان البحث واحدة بدن معهن تكلف بدن كوميتشرو موضوع مركي آد طبعا أخرس في عن أكسه سميسي أو سواء أخرسي موضوع استدلاع قد كسه سميسي ما دلت علم دعاء أروسكتي وحا اللي راه دو آد أبعادي سي إنتو كارسي سي هاي موضوع عن إيو إنت فصل أما مبحث أما مطلب سوهس كلي كرتوران يكون حد دنتهي هنا الحوان سياقي سا حين غونيسا واحدة بير بين غونيسا مركز سياقي سي كتب والدتك وعقلات الشم كرتا وتوسي كرتا كورا عيوان كان ساو سياقي مصحية مسوى خلدين واحنا يردي مرة انت بادلنا ان شد عن صومر رقار كاميدا اما اريد عن صومر رقار كاميدا مركز كلين مثلا مشكلة يسكر حموقان الموضوع انت بادل اريد نوع عاسا اما شروط نوع عاسا موضوع يدا لوردقا وموضوع يدا وحال إذا موضوع إذا ميدانك هذا مثلاً تصاري عن كينا يو أكره هذه عن كهلا يو إن تارك السلات كا يو نلش يسا مجتمع صامينته كله يهاي يو صامينته كله يهاي وحال إلى هذا نفتي سيو نلش صامينته كله إن موضوع عسكر موضوع ميدانية موضوع عسكر خلاص مركا وحيرها نوع عسكر لقى إعلانية مشكلة ذي وحلا مثلاً لكن هذا موضوع يهاي موضوع فقه عادي أو يعني مسائل عادية مسائل قديم كها أما أو عن أورورينا يتصالح أنا أكره واسكر انت بدل حلقه يا با اصلا من مشكله ليس لهيما اما هذه مشكله حتى لو سياقينه مشكله انت بدل كما دال عليك كرتها ما كان موقن كرتو الموضوع اسهام موقن كرتو مقدمه البحث ونقطه كحفته او اساسيات كبحثك كامله طبعا انت ادخلت مقدمه البحث هي عنوان البحث راح كجره دور الريموت يار يار او ان كتغي قرال قريستوده هلكان لان ما اهن وح سياقين توضع أي كهذا باهن تحي تدريب يعني وجو تابرة أو حيا بس وحواه وراقة خلاف كوكو بعد وان أركض دونا وتصالين دونا أما وان سلف يرين دونا سيدا خلاف كوراقة يصير لاص مايو متكستو أكمل يصير لاص سياقي لاقرة أصار كدونا لكن كو مركع وراقة خلاف كو عنوان كوكو يعني حاجيو وحكو حكته وراقة البصمة لو حلو يقانه أما طلعت قارقود وح يجيان مش أص وراقة عبي جليان وراقة عبا وح كده بيسه ورقة البصمة. بيسين كان حقا إنه يرق روح سين يعني بيسين يرى شرح حال إنت الإنترنت كشاء أقلك إن أتكلم سو دكتور بيسين يرق روح سين. وحقو حقا بيسين كقداش سواح على كان أقلوي قناة الاستهلال. استهلال وحوي آيات أما حديث أما هديلا كورة يعني أبيات قبيعة أما هديلا كورة يعني قول من عالم وين ما إمام وين ولي هاي. وحنون أذيك كسابسن موضوع البحث في قريش على الأقل عليه إرأيك كم من هذه أنت بدأ وحي فضلان قاركود ويكو خاص بيان مشرفين تقاركود إن آيات أما حديثك أتصوق هذا نيسو إرأيك كتيرة إرأيك كم من هذا إنه نغضان موضوع عادي أو موضوع إرأيك كدح مغضان هل كان كدح مغضان مثلا قف وتصالحان كهلا يعشرب ساعة وقلاء أما وحك كسابسن مثلا وحي لي وحلاتي ماذا فقد جاء عشراتها آيات يقري مرك إرجع أشرات إيوان كده يقول احترتا إن وحلا استهلال كده يقول احترتا مرك السادة سكول القارق وضيف فضيلان هذه إلا معنيه هنا معنا هان إسكوا فخصين هنا ومشكلة ده القارق حتى واحد يسمي يعني مكة يعني عادي واحد يسمع أذان واحد راد يعني مثلا هذه بحثة عن قرية أو إمام معين أو شيخ معين أو كساب سيميه بعض واحد كينا يا حضل وإمام كاسلي هي أو كساب صن فني جا أما علم جا مسألة أو حكة قرية كساب صن أو حنصور لي جاية
waxa la raahdo istilaalka ku soo qoraya labada dheereeyo waxa adiga kooban oo ilaa 5 sadar meelaha aan ka badnay laga dhiga qaar kood oo xarkaysa ayagu isaga calaalinaya qowl bay soo raayaan qowl kala qowl saddexaad qowl afraad ama intaas oo aayado kala gidsan ama aayad iyo xadiis waxa asloo ma baahna waxan waxa meesh loo keenay waxa ay yani hadal yar ama wax yar oo حكمة أما آيات قرآن أما نص حديثة أو على الأقل لا بحث عنه مش هتموت كدي بأن وحكوا حجة استهلاك إهداء أستغنى أنت بدل ضد كيف ملك لو إهداء لو سمعتيا أو وحلا يرى هذا والدك نبض أبو أبي هويو ندير كروي هاي مثلا إلما هذا أو كله إن هذا أما تنك هذا وحلا يرى هذا فبالك ضدك عادي ولا القاء أكله أنت بدل لقمة ديراض خامن خوبين هاي ولذلك هدي أد أبي هو يو هدي يسو ضدك الأسكراف هدي أد مثلا أد حاسك أو هدي يسو مع المها أو هدي يسو يعني هاي كل ده ديران هذا لأن هذا البدل لمرة وري رقابن إنه مقدار شو أنت تخرف القرقر حيان أو بيت كلام بروحيان وحاس أنت بدل مشرفين تأمام مناقشة مركز هدو بحثي وتصالحين يهي بحثي وينه مثلاً ماجستير دكتوراه وياه وقالوا بقول نخدينه يا ومركز كان وراق إذا حب لي وحن هذا كان ثلاثة بدن أو هذا هدو أدبي النقض أو هب زخرفة أدبية له عضو قرطه يعني كلمات كعبارات نوع نوع قلوا سج وحصله ما قلوا بيكون وحنا قيا أنت لست كاتب بيكون هيا هذه كاتبة الباحث بتاع هناك فرق بين الكاتب والباحث كاتب يعني انت بدل ذلك ادبيين تبي يستعمل المركب واحد الاديب كاتبه متي هنا باحث بات هاي باحث كنا لغه لغه جسمه انا لغه علميه استعمالها مع لغه ادبيه استعمالها اساس يكون هاي ان بعد الاهداء اهداء فهم الكبسوايا ذات جود ما هي تذكر قضاء حق المسلمين تنو هديه هذه الاشياء ما تمشي في الاكاديميه كامله يعني انت بدل ذلك قاعد يقفك وحل الى اشراف خصوصا وياي مشرف اكاديمي او هي او هسه اكاديميه او مناهج البحث او سومري ما كاي ليان اني كدح اركان اهداء اني كدح اركان دد قوت مسلمين تقود هذه ليكونوا يا دد ان وحبس كينكرين او دد قوت اي سوتين ما كاي ليان فهم الكبسه يقولي ان كدب وحا كو خيغا وحلو يقان شكر وتقدير دد قارقود وحي سميان قبل الوحل يراهدو اهداء اي وحي كو قران ملخص البحث وحل يراهدو ملخص البحث اللي هري سومريان قاركون الجدال بيجي بحثي ما شغده ميسيجي وحاس وحكي كحيران تهاي ما هي تبحثي جاي توجيهات كاي جامعة ما شو بركة شكر وتقدير سجنا وح وخر ريا بعد شكر الله تعالى وح وخر ريا دور شكر دوا مشرفك قفك إشراف دراسة كوش ميني مشرفك مركب كوش شكر ذكر دي أما الله بعض مشرف هذه أي دراسة دراسة وين تاي الله مشرف أي سمينا يعني مشرفك مركب كوش شكر ذو كدي وح كحيرية جامعة ده iyo gudahan ka muassasa ahaan iyo idaaradeeda en kadib baad marka dadkii kale tiir qof familka ama dad cid ku caawisay qolod mahad calis asagana dadku waxa inta badan jecel yihiin mushrifiin to ay inta badan jecel yihiin inuu san dheereyn oo san ka badnayn halbay ju san ka badnaan en inta kadib marka markaan ka soo dhamaano mushkilada bahsi baan waxaan bilaabayna مقدمة مركز كسر ما إنه شكر وتقدير أو إحنا مارينا مقدمة البحث بنا مارينا هذا هو مقدمة البحث محل وشيعها محل أحد الأخرى مقدمة البحث مركو أفكار باحث كاتشوا وعدينا يا في مقدمة البحث مجال بحثه بحثي جسم مجال كتب سيها بكتب المامية مثلا بحثي وحنا كقرية أصول الفقه وحنا كقرية فقه وحنا كقرية حديث وحنا كقرية تفسير مركز نقطة كوبن أما فقرة كوبن أو إحنا كجهل يا أهمية أو فني كان أولية هي وحكو صعب waxay marka talmiix u noqonaysaa ama ishaaro iyo tilmaamid u noqonaysaa fannigi aan baxdigu ku saabsanaa sidoo kale faqrada ku xigta taqa faradii koobaad bay ahayd daban waxa ka sii horeysay faqradii istiftaaha ashhadu an la ilaha illa allah alhamdulillahi rabbil alamin wa hasiyu shahadatayn ki ya salla ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam hadhihi alashya daban lagu sheegmay kuwaas kadib ba marka faqro hal faqro waxa looga hadlaya daban faqradadka way qani paragraph aan bijinaya ان marka hal paragraph oo waxad kaga hadlaysa ahmiyad guud oo majalka aad baxday qoreys fanniga aad ka qoreysay salaahan haddana faqrada ku xigta waxa tilmaamaysa dalalada mowduuc mowduucaaga aad baxday ka qoreyso iyo muxuu ku tusinaya yani macnihiisu muxuu yahay muxuu ka sheekeynaya
حكم سبب سنجحي باشر حاجة ركبي حنسا سيدو كلي فقرة كل حكتة أهمية ده وموضوع اللي هي أسيب كوبان وشيريسا كدبنا ماشي كلي هدو موضوع هي موضوع ميدانية بعد الأهمية حانت المامي نوح الويق أنا المتغيرات المتصلة بمشكلة البحث متغيراتك وأشياء ذا إسدو الرساء وإسا ساميسا أما مؤثراتك يعني لبش أنت بدن هل متغير أو وين أو يقني المتغير المستقل يوحي كرا هي متغيرات تابعة وحي يقني المتغيرات تابعة والمتغير المستقل مركا متغيرات كأم حيابها بحثه وكه الله أو سامينا يا مثلا تارك الصلاة هي مجتمع إن والله أرمضوا إس سامينا إسا مركا قطبك سابسا متغيرات كاس أو كون أيقنا فقرة أو أيقنا صوت الماما يا أو كهلا يا سيدو كله وحكيني كراه مشكلة البحث قرال يرأى قصابسا إن وحين كان فعسى متغيرات هل كان أقول شيء غي إيو ورقا يركى مشكلة البحث تلمامة إيو هل كان أقول شيء غي هدو دي متغيرات كاس إيو تلمان تأيرت مشكلة البحث قصابسا وميش أقول كياني وحيكا عاوين إيسا مشكلة عالية هيد مرقى السياقين إيسو إيو سيدو كلا إنا تحديد أسئلة البحث وحلو يقانو أو أه مشكلات فرعية أو قيبنا إيسا مشكلة عادية قيبنا سمتك السوق من دوان أركي دونا تسالي سي سي الله سياقي معايير المقدمة معايتها هي مقدمة ده مركان ده هي في عن توسيق روح صمي وقران تهي أما ويها الله يسان توحباك كخل دن معايتها هي وحا عن كوكي ميني مقاييستا أما معاييرتا عن كوكي ميني هل بيجي ده أنا ديك سنة يو كوكي ميني محي كو أن تكون مناسبة في الطول ديرك كده وين مناسبة وين سوا حسائد ودير فضفاضة هين وين مالحات وضبك لبعد أن تكون مهيئة للمشكلة مهيئة للمشكلة مشكلة ده إنه يقوق الحارس تمهيد إنه المشكلة ده أصلا يسوى سيدا حدث هوش يعني متغيرات كي متغير المستقل ومتغير التابع دراسات كاس كلمات كنوع عسكرة دراسات كميدانية قالوا استعمالها على قبضة لما لها الشريعة ده ولذلك بحث قد حدث آدو ما نشرحين عمان دورة ده بحث آدو ما نشرحين لأن كمان أنت لقلين إن الدورة ده نسي يضد وحل إرادة دراسات ميدانية صمينا دراسات شرعية عادية وعلمية هي أنا قلت لك لا مركب وين انتهي ميد أوجو الحارسة مقدمة داسي ميد أوجو الحارسة أما تمهيد وصمينا سه مشكلة ده إن هنا النبي بشكل مباشر يعني وحى ماشي كل شرح سودان وين بشكل مباشر العلاقة ولا ليهين عنوان كي دراساتك سمينيس ويعني مقدمة ده هذا ورقة شيء قصة وين وصل ما الكلام وصل كهل ليهين وين عنوان كي علاقة ليه أن تكون واضحة من حيث العبارات ومترابطة من ناحية الأفكار متسلسل كأفكار تيدو وإنو يهي وح اسكحرا وواضح هذا السداد أركيسي وحيابها اللغوشة يغوه كدي مركي استفتاح يوحى أكسوا بحضة دلالة الموضوع كو وحى نري مجالك وحكو سابسان ونو تلمامه كدي من دلالة الموضوع وكوها الله كدي من وحى الإرادة أهمية الموضوع وليه يهي وتلمه كدي من متغيرات كمشكلة ده إنه تلمان كبحيو سيو هذا دوغو أديك سدو مشكلة ده مركا وين وحي أي تهاي إن مترابط من ناحية الأفكار يعني أفكار تيدو فقرات يرير أو سكوية وواضح ومترابط وحيرا مترك نتوهي مثلا أصول الفقه موضوع أيكو سابسي سان فقرة ونحن كاقهل لي أصول الفقه دي أهمية دولي يعني سيقودو كاقهل هذا فقرة دي كو حكتا ونحن كاقهل لي الدلالة عوان كيغا يستدع على قول لي أصول الفقه ترتيب كاس مركا يعني نحن نقول يا ترتيب مترابطة هذا مركا كسي دو تغييرات كموضوع قصاب سن أهلنا أهمي أنا وقص أهمية مركا قال الله يأخذنا أهمية دي وواحد كل حي خير الدلالة ده موضوع أولي مركا أفكار تيسة وين تواحد كل حي حيران وصدا صدا وصعد أن توضح أهمية البحث والنقص العلمي الذي يسده أهمية ده وين تلمانته موضوع يعني محو أهمية نولي هي يعني مترى نقص علمي أو أوديو يعني بس بنانا أما فراق بنانا علمية أو مكتبة علمية أما مكتباتك يعني بس أوديو أو استاجي مترة وين عديو صعوبات الدراسة أين تضمه هديك وما قيد تضمه أين تكون شيكته ما هي الصعوبات التي تواجهتك خلال هذا البحث إن موضوعي لقارك هذا قلال غيابة أني أذقهين مثلا هذو تحقيقي هاي تحقيقاتك أنت بدنا وكلا واحد لغيابة تحقيق كتابة لغير تحقيق السماء كتابك تحقيق السماء نسوحها قعنت لغو قري كهر
شن قرني لح قرني تضبع قرني وراقه ووراق الرفاضي أو بابعي مركب قريسة مركب الرفاضي انتهي لأكبا مرسا إن وراقه شن قرني كهر كعانت الغو قري إن الأخر دو رفاض باقا مرسا مركب صعوبات البحثي وكسو واجهي أيضا السيدو قلعناه قلت المانتو مقدمة هدي أي شران أن تشير أسباب اختيار الموضوع أسباب تأل موضوع عن دورة السيدو وتكون احتمامي كذا مقدمته نوعا ما وأساسيات كيو دم بيجمع نيسا أساسيات كان أركي دونا أردن إن طول بدن وحي كود احتران مقدمة ذا يكون احتران وقوس هاليس وحاكر الله فضلاء أما اللي جعلي هاي إشارة الجهات التي تستفيد منه هذه أي تران جهات معينة أو بحث ليس دونت تدخاص مثلا هذا موضوع على قل لي هاي مثلا وحيا بأمني وقل كساسا إن وحهذا كفى إذا سنكر على ذي شرطة ضايو جهات كأمني قام كفى إذا سنكر موضوع قضاء كساب سنيه موضوع سواح كفى إذا سنكر قضاء ضايو محكمة ضه يعني موضوع عاقو قلق جونية أما شريحة جونية ومجتمع كم إذا كفى إذا سنكر فإذا جونية أقول ليه هدي شرطه وهذا بدنا نقول احتمال تبقى فعلا صابت لو قلت الماما يروح وعي إن مقدمته وحي كم يتوحيبه غبدا قضت خوفك مركو كتاب سواك لفرائي آخرنا يعني قف كسب على رأيه وكتاب كنتو قرأ فروم مقدمين سأخيرين وسكري وكتبه مقدمة أسمرك وإني أشيكته قف كتاب كسوق هذا يأخرين أيه وإني أشيكته كتاب كان محكوت له أما قف كقرأ محوك كل أما كتاب كان وبحث قرأ محوك عليه وحيابه صورم وإني قف كأشيكته أما يي يو أدو أنفع يا كتاب كلي مركز قف كأخرين أيه حدو قلده وأك وأنفع يوم هاي أرنتاسي إثارة يكون سمينة سايو انتباهي سا ما درين في سيك عينة سا هادو هادو مثلا من قاضية هاي أو هو بحثي قال أدو أنفع يا مثلا هادو وصل لإثبات وقل كساب سنية أما مثلا واحد بحثي كقرية واحد لو يغعنا البصمة الوراثية بقى واحد كقرية بحثي إيو إثبات من الوقت يكسنكرا وصيلة لإثبات من غنكرتا مركا هادو دي قفتي قاضية ها مركو مقدمان رقل آخرية أو عن كله هو مثلا أنا وحي أدو أنفع يسا قليها تحقيق السمية إيو قضاء إيو محكمة داي حسي أنفع يسا مركو آخر يوم أرنت استرين كسيك يعني ساوي حي صابق ونقل ساوي أود حن وقت وكل بحية إنه بحثي قا وضع آخر يوم كان فايدة هل كاستم حن كذا ماني مقدمة البحث مقدمة البحث ما نسياقيني لأن ويدير تهاي أنا كنا حن ندرس نيو ووحلا يروح دوا ثاو بنتي واي أو قرار ليدير لو نستعملك لكن وحن كارك كضونا تسالك على أما بحث عادي وكلا أنا سودي إن شاء الله دا وقت وهل أنا صافرنا هن مقدمة كآخر المقدمة دو نقاط النوع عاصح وإن أي شمل السف أي واحد لنقود الجرن أسباب اختيار الموضوع وقلب كل حاجة وماذا بعد المقدمة أسباب اختيار الموضوع وكل شيء قفكو أرضو كودهان موضوع ولا دورته تدك إن بدنا كم إذا وحيلتها هي مهمة صعبة لين عمرك لقيه وهو مهمة صعبة لأن أخرسك إيو دذالك إيوه أنت إيو موضوع أدارته إنه موضوع وناكسن يهي خصائصة إيو معاييرت الله فيرنا إياه وحلقة إيوه مركز أخرسة إنه تراه إنه موضوع دورته ورفض بقى وإن لا يدورته وإن عدي إسيسه إنه سيطر هذا لقيا لكن أما تدكي قرقود بوحك كلها هي محام حق قرأ محام بحثك قرأ أسلم بوحك أتوقع دمجرة إلا بالله قرأ وحا سوقع دبا وحبال قري نعم وح كستود سوق هذا وحبال قري لكن وح كستود كوف كرتنا وح أي لو باهي هاي إلا قراءة شراء لأن قف كستود حيرو إذ ربما يظن أن أهم الموضوعات التي تتصل بتخصصه قد بحثت أنا غفرني أنا كنت تخصصي أما أنبرنا موضوع كستود سابسا وحبال قري والحقيقة أن الواقع قيد ذلك يعني موضوع كستود مجال كستود فني كستود سوق هذا وحبال شراء إن تصل موضوع دراسة وبه خاصة الميادين الخصبة في دراسات هذا وحى كم ده وحيابها لو يقع نجمع وانا وتقدونا أهدافته وتقدونا مرق أهدافتك شاكين إنه أهداف العمل البحثي بحوث القرية مع بحثي قال أروني إيشو أهدافته عامة أولي هي وح يعني إذا كم يتكامل كذا يقتوه هذا كذا يعني وحيابه بدان أو إن بحثك خرته وبهني إجران والحقيقة أن الواقع غير ذلك وأن هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى البحث في كل التخصصات. باحثكم مرقوا وحكوا عدينا يا موضوع عن سجى أسباب اختيار الموضوع وحكوا عدينا يا أسباب تي كده في سي أما سبب والنقطي إنه موضوع عن أخرى أما مشكلة ده معين كأدراسة كسمعي فرق بقول الحياة
وحلو يقع على مشكلة البحث هي أسباب اختيار الموضوع. أسباب اختيار الموضوع طبعا مشكلة وحي تلمامي سادرين كي أذيقو كوغل الشيء وها موضوع عن معين كائية باهدة وقبق إلا قرر تن. لكن أسباب اختيار الموضوع وحاجة ترت أسئلة معينة أو كجواب إيش مركا إن وحان تلمامي طريقة لي أبحثي كان كوه لي موضوعا هو ده أنه لا يهي موضوع عن القرى لأن القرى مركا إلا ده نصوص عطو كجوابي يعني لماذا اخترت هذا الموضوع دون غيره موضوع القرآن محاين سيدا يوكر سواشا سوينا جواب قبحي مثلا أود بانو لا يهي أو قفو حان هاي يعني مجال كان خبرات كونية أوليه مثلا هدو هاي موضوع قصة مثلا قضاء طبعا صنع ضوحة كشق قضيتها محكمة فردها مركز ضوحة قادتي موضوع بعمل محاها الشيء موضوع قصة في القضاء مركز موضوع ندورتي لأن علاقة بدن بوحو للي يهي وحل إلى هذا الشقة ذي وظيفة ذي محان ندورتي مركز موضوع عن محايتها هاي موضوع عن أهمية أولي يهي يعني سيب مهم ويهي مهمة دي سمحايتها قراءة تتا وحق إيا باحثك وحقوا إيا لفتك يسمحوا حقي جنايا وحقوا نو حقي جنايا مجرانو يكفى إيديا وحل إلى هذا هل أنا قادر على إنجازه أو أم أولي الموضوع عن يؤون سيدو قالة وحاس سيدو قالة سوف تتقلع إنو قفك إشاره هدي وقالة هي موضوع وحادراسك كسامين نساء عمكها الموضوع سابسا قضاءه يا محكمته يا إثباتاتك خصابس. أرك هدي خبرة دنيا أولية هنا أسباب اختيار الموضوع وقت البام كراف. أسباب اختيار الموضوع هي سياقين تيضا. واحد يراه ده وحساء وأذق معهن وأفكار عامة وأذية أتكف كريشو. مثلا موضوع معين عن دور تاني عن دون يا بحثنا خصمي. أسباب تقود دفع الموضوع عنا دور تام حيت. حاك هاني إما واحد نقول كرتاه مهمة وموضوع عليه هاي وقضى واحد نقول كرتاه خلل ككتيرة أو موضوع عننا من خرل الدراسي أو هين عن الدراسي واحد نقول كرتاه واحد يراه ضو أود عنو لا يهين أنا موضوع عن قرة يا خبرات عنو لا يهين واحد نقول كرتاه واحد يراه ضو عطسي مد أو كلا ما عد إجا عطسي موضوع عن يعني مقطعي نوع عاصو قلاعة أما عرمو نوع عاصو قلو اسكتك تكي مثلا دراسة أن سمينا يو بحاجر الشي قوني ونوح الشي مثلا ما كان كهلا بحثي عن ماجزير قوقاته يقلي ما كان أسباب اختيار الموضوع عن كهلا يقود بضان قوين وقلا بحاكا مدها نينك أنا مدراسة أن دورتي وحيكو ساب سند اللي ما من حسمي رحمه الله تعالى من حسمي تخصص كيغا دراسة واحد أصول الفقه أصولين ترى مركا لله رد وحكو ترى فرق تريسة وهل كنا أيضا أصولينا حدنا على مفقهاء أو علمي كري فقهي كأد ورية حدنا لقيا أدبو إلى نقدان وعاس يعني أنت صوفني متخصص كوي قلنا بدي مركع أنت ما بروح كم إذا ابن حزمي ولن أذيب لقد ساوحي يعني أد أمعان أو أود له marka waxyaabaha ugu keenayna mowduucan doorto waxa kamid ah waxaan rabaa inaan tamarus ku yeesho ama aan awood u yeesho inaan helo luqa adabiye usuliye yani fanniga usulka on daraasaynaayo iyo inaan la helo luqa adabiye tabtiisan leena daraasada marka aan ku sameeyno waxa ku qasbanaana kitabays iyo dadka akhriyo marka akhris ka astarad badan kitabays ku sameeynaaya waxay dhalsiinaysa luqa adabiye حقنا وصولي. مرك عليك أرمنا عاصو كلا إن تلمان مشكلة البحث. وقذبك إن أكو حجة. أنت عن مشكلة البحث أنا قارنة هالمرة قلة عن رئيس تاج وحنا نمر ساعتين كأنه هاد عرب يعني وقت وصيلة مرة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.